المتر بالحته يا ابله بالحته بكام بكام الحته ده جكارة اهو بالحته يعني انت تنقل حته وهو يقول لك سعرها كام القماش القماش ده بتاع كاميرون الركن وبتاع كراسي الانتريه زي ما انتم شايفين كده حلوه ما شاء الله عنده جميع الالوان شد كده وهاتي نقول الرصاصي دي نقي بالحته يا ابله نقي نقي مواد يعني دي عامله كام هاتي يا ابله حدفي فوق يا معلم بس هات منها هنا تعالى دي عامله كام خدتي ايه بلا يا أبلة دي كلها ب 150 يعني انت بتنقي الحتة وتقول لك الحتة ب 150 جنيه ب 200 هو اللي بحددها بقى بس والله حلو شايفينها شايفين الحاجات دي اهي بالحتة دي تعمل كراسي انتري تحفة تعالي هنا كده ب 5 جنيه وب 10 جنيه القماش تعالي هنا ب 5 جنيه وب 10 جنيه ده كله فين عند علي حلو قوي الزنجاري 10 جنيه يا ابلو ده اسمك ايه؟ علي لا بالحته بتنقيها وهو يقول لك بكام دي اللي ب 150 ايه؟ كم متر اكتر من ثلاثة كتير التوب اللي وراك ده كده يلا فك التوب ده اللي وراك ده 25 يلا شايفين؟ المتر ب 25 ده حلو قوي ده ما شاء الله 25 المتر ده ب 25 جميل ببلاش يا ناصر ده كمان ب 25 ابو بلاش بالحته بتنقيها وهو يقول لك مثلا 150 200 300 بكام يا علي من هنا؟ بكام من هنا؟ يا علي يا علي طب يلا بقى خلص بكام من هنا؟ ها؟ بكام من هنا؟ الحته بكام؟ اكيد ب 25 10 يعني هنا الحته ب 10 و 5 ايه دي قماش قماش فسفوس بس عليه بلاستر شويه 10 واللي زي دي ب 10 بالحته يا ابله نقي نقي ب 5 جنيه وب 10 جنيه ما تجيب رقم تليفونك يا عم رقم تليفونك اوه زي 3 حيط ما يبلغونك اهو قولوا من الاول تاني قولوا من الاول تاني يا ابله يا ابله يا ابله انا اللي لقيت الذهب انا اللي لقيت الذهب 90 10 بتاع المفاجآت يا ابله 0 3 1 يا ابله 0 8 2 90 10 حلو بكام المتر اللي هو في ايده ده بكام؟ 25 يا ابله ده ب 25 حلو قوي 25 جميل 25 جنيه ده كله عند علي في سن 25 هي 75 دي ده بالحته زيك يا جميل عايزه تعمل بتعمل الزبالات تبقى تحفه ما شاء الله شايفين يا بنات ما شاء الله تقريبا حاجات حلوه قوي عنده بخمسه وبعشره وبخمسه مش كله ما شاء الله دي بتبدا معاكي بعشره في بعشره وبخمسه وفي بتلاتة جنيه حلوة قوي دي اهي دي بواقي قماش حتت قماش اهي فضلات صغيرة يعني ممكن تاخدي تكملي بها كم عباية انا بقى عباية بقى حاجة ايوه تدخليها في اي حاجة تانية اي والله يا ماشي حلو تكملي طريق فسكوز فسكوز والفسكوز بتاعه حلو بالمتر لو عايزه دي جميله شايفينها اهي ايوه طريه لو انت حاجه تلاقي عندك على حاجه كملي كم كملي صدر كده حلوة قوي ما شاء الله ما يا بنتي هي حاجات مصانع ايوه دي بواقي المصانع بواقي دي بواقي المصانع دي بواقي المصانع يا بنات اهي صدر بس
حلو دي. دي بواقي مصانع من ورا وكمان. اهي بواقي مصانع اهيات يا بنات، دي كلها عندك. حلوه قوي دي. دي انت لو حطيها وحطيتيها على كم تبقى تحفه. اهي شايفين دي كلها فين؟ عند علي في سور خميس في المطريه. على فكره فيها حتت حلوه كتير. حلوه قوي دي، جميله. احمر في حتت كبيره قوي. يا ابله يا ابله يا ابله. هي من هنا بكام وبكام؟ بكام الصدر اللي في ده؟ ده بصدر بخمسه. هنا بكام؟ بخمسه وبعشره بس؟ بخمسه و... على الصلاه والسلام. ايه؟ ما شاء الله، شايفين الشكل؟ عندهم حاجات تحفة. عندهم فستان، عندهم حاجات شتوى. اللي زي دي كام مثلا؟ ها؟ اه اللي زي دي كده. هاتها كده. عم علي عم علي. دي حته سواي والله. اي سواي. يعني انت لو هتعملي بقى كم ولا حاجه بخمسه جنيه. 15 ومن هنا من اول خمسه لحد 15 ولا لحد كام؟ دي بالحته بتبدا معاكي بالخمسه جنيه. فين الكاميرا انت ايه؟ الكاميرا انت ايه؟ اه شفته. حلو قوي دي. بص ده تيشيرت، قصة تيشيرت. اهي تيشيرت محرود اهو، وانتي تشوف الظهر بتاعه. شايفين شكله؟ يا ابله يا ابله يا ابله يا ابله يا ابله القماش يا ابله. يا معلم واحد بس يا نور. اهي صدر عباية، صدر عباية اهو بخمسة جنيه. الصدر ده بخمسة ولا بعشرة؟ ما شاء الله. بكام؟ ده يا جدعان لو لقيتوا كم تاني زي ده؟ كم والنبي؟ خد الدورة على 75 اهي. دي كلها حتت مقصوصة اهي. اهي ما شاء الله جميل. ما انا معرفش ايه اللي انت واخداه بقى، لون ايه اللي انت واخداه.